اليوم نحن من دولة الإمارات نترأس وفد اقتصادي وتجاري، نزور المملكة المغربية بعد ما بدأت اليوم التجارة تكون جزء رئيسي من اقتصاد دولة الإمارات. دولة الإمارات في عامها الماضي احتفلت بيوبيلها الذهبي 50 عام، ووضعت استراتيجيات اقتصادية واضحة مع المنطقة والمنطقة العربية، كذلك مع المملكة المغربية من أهم أهداف دولة الإمارات التجارية. فاليوم نحن في هذه الجولة نجمع اليوم رجال الأعمال كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في مكان واحد، يجتمعون في لقاءات تجارية لبحث سبل الاستثمار في اقتصادات المستقبلية قد تكون مهمة لخلق خطوط مضاعفة. تجارتنا البينية بين الإمارات والمملكة المغربية اليوم تقريبا ما يقارب 800 مليون دولار، وهي تجارة اليوم تعتبر الأعلى عن عام 2019 بعد جائحة كوفيد 2020. وأعتقد اليوم هذا يبين مؤشرات واضحة بأن المستثمرين المملكة المغربية ودولة الإمارات أخذوا سبل تعزيز هذا التعاون وبناء علاقات أيضا كذلك مستقبلية.